لغز جديد يحير العالم بعد فقدان الغواصة تيتان قرب حطام السفينة تايتانيك في المحيط الأطلسي. حفر السواحل الأمريكي قال اليوم إن طائرة بحث كندية رصدت أصواتاً قرب الموقع الذي فقدت فيه الغواصة، لكنه في نفس الوقت أبدى قلقه الشديد من نفاد الأكسجين داخل الغواصة التي تحمل على متنها 5 أشخاص. وطرح خبراء سيناريوهات عديدة لما قد يكون السبب في اختفاء الغواصة، منها تعرضها لماس كهربائي وحريق، أو تعطل نظام الاتصال فيها، أو أنها جرفت مع تيارات بحرية قوية وعلقت في حطام تايتانيك. فما هو السيناريو الأقرب للواقع، وهل تنجح جهود البحث والإنقاذ؟ للمزيد معنا من توبتوم في ولاية بنسلفانيا قائد البحرية الأمريكي السابق والضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية سكوت أولينجر. سيد أولينجر، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية. ما مصير الغواصة تايتانيك برأيك؟ أو تيتان عفوا. للأسف الشديد أعتقد أن الأخبار الأولية ليست جيدة. أنا عملت في البحرية الأمريكية ل10 سنوات وأعرف كيف تجري مياه المحيط. هناك 3 إمكانيات متبقية. أولها هو أنه حدث عطل كارثي وأن كل أفراد الطاقم قضوا، وثانيا هو أنه في قاع المحيط، من غير المحتمل أن يكون هناك قرب شديد لتايتانيك، ولكن مع ذلك سيكون من الصعب في عمق 3800 متر. وكذلك قبل فقدان الطاقة ربما قد يكون هناك طفو على السطح في مكان ما، لكن بما أن هناك مساحة بحث كبيرة تبلغ نحو 27,000 كيلومتر، إيجاد غواصة مماثلة وهي بحجم حافلة صغيرة، هذا الأمر يصبح صعبا. أين تتركز جهود البحث والإنقاذ سيد أولينجر، وما التحديات التي تواجه هذه الفرق؟ التحدي الأكبر هو الرصد. على سبيل المثال دعونا نقول إنه في أفضل الحالات الغواصة في السطح، لكن بسبب بعض المركبات من الألياف الكربونية سيكون من الصعب على الرادارات أن ترصد مكان وجودها وتموضعها. أما إذا كانت في قاع المحيط فإن المشكلة الأساسية هي أنه بالنسبة لبعض الآليات قد تغوص إلى القاع، لكن السؤال هو ما إذا كانت هذه المعدات ستكون قادرة على جلب المعدات اللازمة لجلب هذه الغواصة عند إيجادها إلى السطح، وهذا هو التحدي الأكبر. والآن هناك عد عكسي، لأن الأكسجين قد ينفد إلى نحو 0.6 في صباح يوم غد، ولذلك أي خطأ قد يعرض الأكسجين للنفاد، وأنا لا أتوقع مخرجات إيجابية من هذه العمليات للإنقاذ. مع أنه رصد ضوضاء في منطقة البحث، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مكانها بالضبط. ما الذي حدث؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا. الرصد كان بسبب بعض الأصوات التي أتت بسبب تحليق 4 طائرات حاولت أن تستخدم بعض الماسحات الصوتية، وعندما رصدت بعض الأصوات كان هذا شيء جيد، لكن المشكلة كانت الاتجاه، من أين يأتي الصوت؟ هذا أمر صعب عندما نستخدم هذه التقنية. عادة يكون هناك حاجة إلى تسجيلات عادية ومحاولات مختلفة حتى نعرف مصدر الصوت بالضبط.
لكن كان هناك مشكلة في معرفة المكان بالضبط، قد يكون في الوسط، قد يكون في القاع، ولذلك حتى عندما يتم الرصد لابد من معرفة كيفية جلب المعدات لجلب الغواصة وإعادتها إلى السطح، لأن الطاقم قد يكون سجينا للغواصة إذا كان على قيد الحياة، وفقط عبر فتح الغواصة يمكن إنقاذهم. وما الذي يفسر عدم وجود تواصل سيد سكوت أولينجر مع هذه الغواصة؟ يفترض أنه فيها وسائل حديثة للاتصال، كيف نفسر عدم وجود يعني تواصل بينها وبين ربما المستقبلين على اليابسة؟ هذا أيضا سؤال وجيه. المشكلة الأساسية هي أن هذه المركبة للركاب هي ليس لديها أنظمة احتياطية، فالجي بي اس لا يعمل، وحتى إذا كان هناك إشارات راديوية فيمكن لهذه المركبة أن تصدرها. عادة هذا النوع من المركبات يبقي الاتصال بالمركز ويبقي الاتصال بالكابلات التي تربط الغواصة بالمركز. لا أعرف ما إذا كان هذا الكابل قد تحطم أم قد تعطل أم أنه قد يكون حصل هناك علوق من نوع ما مع الاختراق من تايتانيك. حسنا، هناك شيء ما شل هذا الاتصال، وهذا حدث في قاع المحيط، وأمل أن يكون قد طفى على سطح المحيط، والآن هذه القناة للاتصال أصبحت عمياء. كم هو الوقت المستغرق حتى نفقد الأمل في إخراج هؤلاء الركاب سالمين من على متن هذه الغواصة؟ ما السيناريو الأسوأ لعدد الأيام ربما المتبقية؟ للأسف الشديد نحن الآن نتوقع 18 ساعة فقط، وبطبيعة الحال نحن نتحدث هنا عن أقل من 18 ساعة، وهذا يعني أن الأكسجين قد ينفد منهم، وهذا ليس بالنبأ السار. حسب خبرتي في البحار يمكنني القول إن لهم 10% فرصة للنجاة. عندما نستيقظ غدا في الصباح ستكون عملية الإنقاذ متواصلة، وخصوصا في الأعماق، وما سنتطلع إليه هو أن يكون هناك أي أخبار قد تبعث الأمل مجددا فينا، وأفضل شيء يمكن أن نفعله هو أن نستعيد تلك الغواصة وما فيها. حتى ولو تم العثور على غواصة تيتان، يعني هل يمكن أن تكون هناك صعوبات في إدخال الأكسجين إليها برأيك؟ سيكون من المستحيل فعل ذلك. الحل الوحيد هو أن يكون هناك روبوت قادر على إيصال الكابلات يربط الغواصة وجرها إلى سطح البحر. ومن غير الواضح ما إذا كانت كل الأجسام الطافية في الموقع، موقع التفتيش، إذا كانت هذه الروبوتات قادرة على جر الغواصة إلى السطح. وإذا افترضنا أن هذه الروبوتات قادرة على العمل في ذلك العمق السحيق، حتى إذا كان هذا صحيح، فإن السؤال هو هل لدى هذه الروبوتات القدرة على غرس كابل هناك من أجل إنقاذ كل ما في الغواصة؟ سكوت أولينجر قائد البحرية الأمريكية السابق والضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، كنت معنا من توبتوم في ولاية بنسلفانيا. شكرا جزيلا لك.